السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين شباب، شطر البقرة نوعا ما عيش حالك. دائما الحليب عم بيسكر، يعني وقت الحلابة هلا البقرة من شوي انحلبت كويس، كتير رفيع، جدا 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 رفيع كويس. فهلا البقرة انحلبت من جديد ومع ذلك مليانة لسه حليب. ففي عنا هذا الميل، هذا الميل، هذا الميل كتير 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 كويس. الصورة ما عم تكون واضحة بشكل دقيق. هذا هو الميل بهيك شكله. هذا هو الميل بالضبط، هذا شكله. هذا الميل بندخله بحلمية البقرة كويس، بعدين بنفتح هيك وبنسحب هالسحبة هاي مشان نجرف راس الحلمة كويس. راح نفرجيكم كيف راح يصير الشغل. عمر نسيت هيك ونسيت على الصغار. هلا هاي البقرة هيك، خلي الكاميرا على راس هاي بس بعد شوي، بعد 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 بعد. ايوه شوفوا شباب، بندخل الميل بهالطريقة حاليا، بس بهالطريقة دخلنا الميل ماشي. هلا الميل دخلنا، ايش بنساوي؟ هاي بنرجع لتحت هيك شوي وبنسحب هالسحبة هيك. شوفوا بياخد هالنتوءات هاللحم الزايد، شايفين؟ هاي العملية تجريف، شايفين؟ كيف؟ يعني هاي الطريقة هاي بنعملها على مرتين ثلاثة. طبعا هاي البقرة بندخله هيك بهالشكل بداية كويس، بعدين نسحب، شايفين؟ بندخله بهالشكل، طبعا الميل لازم يعقم، بعدين نسحب بهالشكل. هيك على مرتين ثلاثة حسب الحاجة. عندك شايفين؟ صار فتح الشطر بشكل جيد، لأني غير هيك ما راح يمشي الحال. شوفوا كيف الالتهاب، كله التهاب بسبب إنه ما بينحلل الشطر. احباب شباب غوالي، ما تنسونا من اللايك والمتابعه والمشاركه. ربي يسعدكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.